نكمل اخبار النادي الاهلي، ويعني اقول لحضراتكم ان بدات ملامح الصفقات او المراكز اللي محتاجها النادي الاهلي تبان، نقلا عن صحيفه النهار الجزائريه اللي قالت ان في اهتمام كبير جدا من النادي الاهلي بمتوسط ميدان فريق وفاق سطيف احمد قندوسي. طبعا الكلام ده منقول عن صحيفه النهار، ان كان كمان في اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع رئيس مجلس اداره نادي الوفاق وفاق سطيف وهو الاستاذ عبد الحكيم سرار، وان كلا الطرفين مع كامل طبعا الاحترام وحفظ الالقاب تبادلوا الاتفاق على واحد من اللاعبين المتميزين داخل فريق وفاق سطيف، وده يبين مدى اهتمام النادي الاهلي بالموسم الجديد والصفقات الجديده. في تحسبات كتيره جدا لرحيل اليو ديانج، فبالتالي النادي الاهلي بيحاول يدعم منطقه وسط الملعب كمان بعدد من اللاعبين الجيدين، وبدا النادي الاهلي يروح للعيبه اللي موجودين في دوري ابطال افريقيا والمتميزين. واعتقد ان احمد قندوسي كمان كان بيقدم مستويات جيده خلال هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا، في حاله اتمام الصفقه اعتقد هتكون من الصفقات المهمه للنادي الاهلي. لسه داخل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، وطبعا احنا في توقف دولي وفي عدد كبير من اللاعبين الدوليين من النادي الأهلي موجودين دلوقتي مع منتخبنا الأول لكرة القدم، ولكن ده ما يمنعش طبعا ان بقية اللاعبة وكل الفرق بتحاول تستغل قدر المستطاع فترة التوقف الدولي في إطار مباريات ودية، وده بالظبط اللي حاصل مع النادي الأهلي. خلونا نقربكم أكتر من نتيجة مباراة خاضها النادي الأهلي، وبالخصوص بالحديث عن واحد من اللاعبين اللي للأسف يعني ما خدش أي فرص حقيقية مع النادي الأهلي كمهاجم، ولكن كان في ناس كتيرة جدا بتتوسم في خير أنه ممكن يكون بيقدم حاجة معاهم، ولكن واضح جدا اقتناع بيتسو موسيماني بحسام حسن قليل جدا، وبالتالي اللاعب مش بيكون ليه حظوظ للمشاركة في المباريات الرسمية. ولكن نجح حسام حسن مهاجم الأهلي في إحراز هدفين خلال مباراة الأهلي ضد الدفاع الجوي الودية اللي أقيمت بينهم على في إطار مباريات الودية على استاد الدفاع الجوي في أولى مباريات الأهلي الودية استعدادا لمواجهتي المصري بالسلوم وإسترن كومباني. سجل حسام حسن هدفين خلال المباراة، فضلا عن أنه ظهر بشكل مميز خلال المباراة واللي شهدت العديد من التحركات الإيجابية للمهاجم داخل النادي الأهلي، وبالتالي بنتكلم عن مباراة ممكن تكون فرقت معاه. بيأمل طبعا حسام حسن في الحصول على فرصة المشاركة في مباراتي الأهلي المتبقيين أمام المصري أو المقبلين أمام المصري بالسلوم وفي الكاس، وكمان إسترن كومباني في الدوري في ظل النقص العددي اللي بيعاني منه الفريق. هنشوف هل ممكن يكون احد الاوراق اللي بيمتلكها بيتسو موسيماني يعتمد عليه في الفترات اللي جايه، ولا هو فعلا خارج الحسابات تماما. ولكن برضو لازم نوجه تحيه للاعب، لان في ظل ان انت تكون خارج حسابات المدير الفني وبتحاول لسه في المباريات الوديه، يعني حصل له اكتر من موقف محبط ومع ذلك هو بيحاول وبيعمل اللي عليه، ودي حاجه تحترم جدا في اي لاعب. ولما بياخد الفرصه كمان بينزل في مباراه صعبه جدا، افتكر مباراه طالع الجيش لما حسام حسن بيدفع بيه بيكون اوريدي في تكتل دفاعي، فاللاعب مش قادر ان هو يفرض، فالفرقه كلها ما بتكونش فايقه، نتيجه المباراه كمان بيكون في ضغط، عكس ما انا اكون مثلا كسبان 3 أو 4 وابدا ادي فرصه للاعب، فلما ينزل بيكون اوريدي الفرقه الثانيه فاتحه خطوطها عشان املا في تحسين النتيجه، فبالتالي انا كمهاجم بيكون سهل عليا شويه التعاملات او الالتحامات. كل الامور دي ما حظاش بيها حسام حسن خلال هذا الموسم بعد تالقه الموسم الماضي، كمان كان سجل في شباك النادي الاهلي واحد من هداف الدوري قبل ان ينتقل الى الدوري الليبي ومنه يعود الى النادي الاهلي مره ثانيه. بنتمنى له اكيد التوفيق. حسام حسن بالمناسبه كان متواجد في كل الاختيارات الفنيه لكل المديرين الفنيين السابقين سواء هيكتور كوبر والمباراه الشهيره امام كونغو الديمقراطيه، ونفتكر كده مع حضراتكم كمان لحظه لما حسبت ركله الجزاء كان هو اللاعب اللي ماسك على الخط الكوره وشاطها كده ايده ورجل، كان متواجد كمان مع حسام البدري. تفاصيل كثيره جدا خلت حسام حسن متواجد في المنتخبات الوطنيه، ولكن خطوه النادي الاهلي حتى الان مش الخطوه الموفقه لحسام حسن اللي اكيد بيسعى وبيجتهد ومن خلال المباريات الوديه بيعمل اللي عليه، املا في ان هو ياخد الفرصه ويقدم نفسه لجمهور النادي الاهلي. هنرجع مع بعض.